وما في شيء ضيع البلد دي. والله أن خلق السماوات السبعة والأراضين السبعة والجن والإنس ورب السماء، ما في شيء ضيع البلد دي زي ما ضيع الشرك بالله عز وجل. إذا كان شيخ الصوفية يقولوا أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أنت لقاك كفر زي ده؟ أتحداك أتحداك تحدي عديل، هل لقاك كفر وشرك وإلحاد وزندقة من أبي جهل عليه لعنة الله أو أبي لهب عليه لعنة الله كان بيكفروا قدر ده؟ كفار صح، لكن حصلوا قدر ده؟ أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق الله وأفنيهم أنا، ده غدا صوفية. الطرق اللي بترقص دي في التلفزيون واللي بيجيبون في الراديو وفي قناة الساهور وقناة القبة الخضراء تحت الركيني، الركيني قال الرسول جاء في أبو آدم الكلاك لمربع ستة وأكل معانا بالتيخة، ما سمعته في اليوتيوب؟ براو، ما نحن قلنا براو، قال الرسول أكل معانا بالتيخة، شو البتيخة البليد ده عليك الله. والناس برضو يمشوا يقول لك ماشيين نحضر الجمعة عند الركين، عربات مظللة ولاند كروزرات وبرادوهات، أمة جاهلة وأمة عاطلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبعد ده يقول لك والله العيش غلة، بعد شوية بيكون ما في، نبشرك نبشرك إذا الشغلة دي والشرك ده والكفر ده استمر كده ربنا سبحانه وتعالى بغير حالنا إلى أسوأ من هذا الحال. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.